السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللي كيسولوا عليه بزاف الرجال وخصوصا الشباب، الشباب حتى النساء، وهو الاحتلام في نهار رمضان. كاين الانسان كينعس في رمضان ويرى رؤيا منامية وربما يحتلم فيخرج منه الماء. الماء ماشي هو البول، الماء الذي هو ماء الرجل او ماء المرأة. ففي هذه الحالة واش هو مفطر ام لا؟ لا، هو لا يفطر، وانما عليه ان يغتسل. علاش؟ لان الانسان لك النائم واحتلم وخرج منه الماء. في الحديث رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. فالنائم كل تصرف خرج منه وهو نائم فلا شيء عليه، لانه مرفوع عنه القلم. اما اللي خرج الماء ديال الرجل عن طريق اخرى، كاين اللي ربما بعض الشباب مراهقين يستعمل اشياء اخرى معروفه بالنظري او بكذا او بكذا، فهذا صيامه باطل وعليه ان كفاره لانه تعمد اخراج ماء الرجل. اما النائم فلا شيء عليه، وخشف اللي شاف النائم في منامه واحتلم اذا قام ما عليه الا ان يقوم ثم يغتسل للصلاه وصيامه صحيح. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.